على مدى يومين يحتفل الأمريكيون في كل الولايات الأمريكية بذكرى 19 من يونيو. أما في أتلانتا حيث الاحتفالات الأضخم بسبب العدد الكبير من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية، فتستمر الاحتفالات 3 أيام، ويعتبرها المشاركون مناسبة للاحتفال بالحرية والهوية الأمريكية التي لا تميز بين المواطنين على أساس العرق أو اللون. الثقافة، الأسرة، والجميع يلتقي هنا لنبني ونعكس هويتنا. تتضمن الاحتفالات عروضاً موسيقية، ويعرض خلالها الأمريكيون من أصول إفريقية تراثهم من مشغولات يدوية وطعام وكل ما يعبر عن ثقافتهم وتقاليدهم. يشارك في الاحتفالات ممثلون عن دول إفريقية تمتد جذور الكثير من الأمريكيين إليها، وتجمع كلمة جون تينث بين اسم الشهر جون واليوم 19، وهو التاريخ الذي زالت فيه العبودية نهائيا من أمريكا بإعلان أحد قادة جيش الاتحاد في تكساس انتهاء الحرب الأهلية بهزيمة جيش الكونفدرالية، وبأن آخر مجموعة من العبيد في هذه الولاية قد أصبحوا أحراراً في 19 من يونيو عام 1865. من المهم أن نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لأنه يجعل أولادنا يعلمون وأيضاً يتذكروا المصاعب والمحاكمات التي مر بها أجدادنا لنصل إلى ما نحن عليه الآن. والمصاعب والمحاكمات أوصلتنا لهذه النقطة، حيث يمكننا الاحتفال بحريتنا في جون تين كل عام. ورغم الاحتفال به سنوياً بصورة غير رسمية على مدى أكثر من قرن ونصف، أصبح جون تينث احتفالاً وطنياً أمريكياً وعطلة فيدرالية بمقتضى قرار تنفيذي وقعه الرئيس الحالي جو بايدن في 17 من يونيو عام 2021، أي قبل عامين فقط. جون تينث مناسبة للتأكيد على احترام حقوق الإنسان وتعزيز جهود مواجهة العنصرية في المجتمع الأمريكي، كما أنه يبعث برسالة للتذكير بتضحيات الأمريكيين من أصل إفريقي في رحلتهم نحو العدالة. محمد الحسين، الحرة، أتلانتا.